ثري مش راح اقول مش مقبل وارمى على الجزيره. مرحبا يا جماعه. عيد عيد ما عيد. طب كيف ابلش؟ مش انت فنان؟ احكي اي شيء. هيك كان يصير فينا. مرحبا يا جماعه، حلقه الكواليس. ابو جاله من الاردن اللف وذا سيتي. الو شيك، يس شيك، شو اللي شيك؟ انا بوقتش اشكاد. تاكسي العالم بلش انه احنا كنا حابين نعمل محتوى بالفترة هاي، ولكن كل العالم رح يكون عم بحضر كأس العالم، فشو ما الواحد عمل الناس بتحكي عن كأس العالم، مش رح يكون الكلام او اي شيء بتعمله مهم. فصار التحدي انه نعمل اشي متعلق بكأس العالم، بس احنا مش رياضيين، يعني مش شغلتنا نقعد نحلل المباريات، ما بنفهم نعمل هذا الشيء، بس احنا بنعرف نضحك الناس. فصارت الفكرة انه احنا خلينا نشوف الرياكشن تبع الناس اللي هم احنا اكثر ناس بنعرفهم، انا ابوي اخوي ابن عمي، هذا مين بشجع، شو هذا بيحكي عن المنتخب تبعه، كيف هذا بحب المنتخب تبعه. فمن هنا طلعت الفكرة انه بدنا نعمل اشي يتعلق بردة فعل الناس على كأس العالم. بدي رش علينا مصاري هسه نف ريحة بترول. وهون صار التفكير في ابو تالا، ابو تالا شوفير تاكسي، وابو تالا هون كان ممكن يحكي عن اي اشي، يعني ابو تالا بيحكي سياسة، بيحكي اقتصاد، شوفير تاكسي. فكأس العالم واللي قاعد بصير كان لابو تالا هو عبارة عن مادة دسمة بيقدر يطلع منها كوميديا. انت مش عارف ان انا دكتور، بس انا جست فور فن التاكسي، يعني نحكي مع الناس نتحدث طش يعني، بس مش اكتر. انا طبيب جراح. قلوب الناس اناويها اتناويها اداويها ويا مجراح. ابو تالا بنزلش من الزور. ابو تالا تاج راسك. ادعس ابو طلال. ابو تالا شخص، يعني شخص جدا رائع، اكثر من رائع. ابو تالا عظيم. ابو تالا لا انا بقدرش احكي عنه، هاد زلمه مش مزبوط، وهلا اذا اجى وسمعنا بوقعنا مشكله. لو سمحت انساني. انا هاي اول مره بنزل مع الشباب مساعد مخرج. الاي دي ديبارتمنت كثير لطيف، كثير حلو، كثير فعال في التصوير ككل. كثير مبسوط من الاكسبيرينس اللي قاعد باخذها من الشغل، وكثير متحمس للاعمال القادمه ان شاء الله. بحب أضل أكون بالاي دي ديبارتمنت بقسم الإخراج، بضل إلي دخل بالكونتنت، وبنفس الوقت إلي دخل بسير عملية التصوير، فالبوزيشن مناسب لإلي زي ما بشوف، وكتير مبسوط من اللي بتعلمه والله. مان امبارح البرازيل ولعوا. افريقيا نار السنه، افريقيا بدها تفوز ولا لا؟ لا طبعا افريقيا مش راح تفوز. الدول العربيه حبيبي بدها تفوز. انت مجمع الدول العربيه؟ طبعا مجمع الدول العربيه، ولا مع مين يا حبيبي؟ يعني لا انا معك، انا اجي عربي انا معك. طبعا انت مش عربي؟ لا انا عربي. طب كيف بتجادل؟ انا معه، انا مطاب وضعك ايش مشان جميله؟ ام انجلند يا حبيبي، ام انجلند طبعا. تاكسي العالم من اصعب الاشياء اللي كنا نشتغلها ونكتبها، انه المباراه بتخلص الساعه 12 بالليل وعندنا تصوير الساعه 7 الصبح، فالكتابه ما كانت سهله ل 11 شخصيه، وخصوصا الكتابه كانت لازم انت تربط الشخصيه هاي بالشخصيه الثانيه خلال لاعب او خلال حدث او خلال تاريخ. فانت المغرب بتوصله مع كرواتيا، وكرواتيا بتوصلها مع هولندا، هولندا بتربطها مع انجلترا، عشان تقدر بس تربط انجلترا بهولندا، هولندا بتربطها بميسي، ميسي تربطه برونالدو، وخلال المباريات بنفس احداث المباريات. فكان التحدي صعب شوي. قدرنا نعمل كثير شغلات، يعني مش عارف شو احكي قد ما هو صعب. عرفت كيف؟ لهالدرجه هاي. يعني انا مثلا يعني شو استفدت من تاكسي العالم؟ انا صرت اعرف جميل متى بينام، متى بيصحى، متى بيبعث، متى بيشتغل، متى بياكل، متى بيتغدى، لانه كل ما يخلص مباراه الساعه 2 بقعد جميل طبعا نايم على التخت، هو بقعد يبعث لي ترندز شو في احداث عن كاس العالم، وانت يا باسل صيغه بينا فاتك في في الحوار في 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 الحوارات. تفضل كل خاصه. زعتر زعتر غريت زعتر الشهر، زعتر صاحبي زعترت كلكلت زي ما ماشيات.
موضوع ضد جاي من خلص الصبح زي موضوع ضد جاي من خلص الصبح. أزنخ واحد ضرار ممكن قدومي قدومي مسقع مسقع أزنخ واحد بالست هي هي قدومي عفوا أزنخ واحد بالست طب مخصوم عليك 100 ليرة تمام جميل مش راح نقدر نحكي قدومي إذا حكينا قدومي راح يخصم علينا مطب جميل مين أنا؟ أنا يلا. أنا أزنخ واحدة ولا حدا أزنخ واحد من هون أنا عبد الله شو قصة إنك أنت أزنخ واحد بالست؟ بتحكي معي؟ مخصوم عليك أنا مكسيكي راح يفوز أكيد السعودية مع الأرجنتين صراحة راح أتوقع فوز كامل لفريقي المحب اللاتيني اللاتينو عبدينو مشهد الكازية طبعا مشهد الكازية احنا كنا عارفين انه بدنا نصور هناك بس مش عارفين شو بدنا نصور هناك فوقفنا قبال بعض قلت لقدومي ايوه عرفتك قلت له قدومي خلينا نحكي بقوافي خلص شو ما بيطلع معك قوافي بس تكون ريليتد لكأس العالم شفتوا اللي شفتوه عبيش غير من عندنا بس جوبتر والبس يا سم والله ولا انت ما بتالع صراحة كان دوري عبي بنزين للعالم يعني شفت لما ارتفع البنزين انه هذا اكثر اشي بتقدر تستثمر فيه بالعالم كنت البرودوسر بالبرنامج هاد وصراحة البرنامج كان كتير صعب وكتير حلو بنفس الوقت الصعوبة كانت تكون دائماً إنه السكريبت الشباب بكتبوه بالليل بعد ما تخلص أي مباراة فإحنا ما معنا سكريبت نقدر نعمل عليه الكول شيت ونقدر نمشي الأمور فالكل كان مضغوط في الوقت مضغوط في الجو الجو كان يأثر علينا كتير يعني يوم شتاء يوم شمس يوم ربيع يوم خريف مخصوم عليه بس الحمد لله طلع أوتبوت حلو وانبسطنا فيه تحدينا حالنا وتعلمنا إشي جديد زي دايماً كل بروجكت جديد بندخله بنتعلم إشي جديد والحمد لله إن شاء الله يكون عجبكم اليوم عيد ميلاد كرحي أنا ميسي وباس اسمع أرجنتيني طول عمري يا جم شمالك لابس مارادونا أنا كان دوري مشجع الأرجنتين الأول والمحب جداً للاعب ليو ميسي اللي أبدع في كأس العالم كان تجربة حلوة وبرنامج كان شيق وممتع وانبسطنا فيه وأنا كنت أشجع المنتخب الأرجنتيني وبالذات اللاعب ميسي من كل قلبي كنت أشجع ميسي وكنت حاب يفوز بكأس العالم والحمد لله فاز بكأس العالم أنا بشجع عندك لا أرجنتينا ولا إيه؟ أرجنتينا أرجنتينا فور شور صراحة 100% فرنسا أنا حمدون أنت حمدون صحيح أكيد أرجنتين فاينال لا فرنسا صراحة أرجنتين ألفاريز أرجنتينا ميسي أكيد فرنسا أنا فين أهلا وسهلا ياسين 100% إيه طلع بيحكي عربي وفكرة إنك أنت بتصور في التاكسي فكرة مش سهلة يعني في نوباني شو كنا مثلا مشهدين يكونوا في التاكسي فنصور وتمام بس لما نزلنا على أرض الواقع تكون انت قاعد بتصور فجأة تمطر الدنيا والكاميرات راكبة بهدلة الموضوع ما كان سهل بالمرة يعني في يوم بتذكر وقفنا خلاص مش عارفين نصور الدنيا مطر صفينا على اليمين نستنى الدنيا مطر طب شو بدنا نعمل في حلقة لازم تطلع رحنا فكينا كل شيء وجبنا كاميرات جو برو وركبناهم جوا التاكسي قعدنا 3 ساعات نشتغل بعدين شمس فيعني هذا كان جزء بسيط من اللي بصير معنا بس ولكن كان حلو وممتع صدقا انا زلمه مش رياضي يعني انا بحضر شوي ما عمريش حضرت كم يعني اللي حضرته في كاس العالم هذا من مباريات كانت تعادل كل شيء حضرته في تاريخ حياتي فكان الموضوع علي اوفر دوز كره متعب الموضوع أنا والله العظيم لو حدا الله ينسى انسى الموضوع أنا والله بحب أحكي بس مش عارف أحكي زلمة أحلى إشي إيجابي في تجربتي يا أخوان إنه أنا صرت ممثل The food waiting for the food free food ما صحيح لسه ما ينزل
على التاكسي. حبيبي حبس. شيل الكاميرا من قدامي يا زلمة. كثير انبسطت بالتجربة مع الشباب صراحة. كأس العالم كان كثير لطيف، التصوير كان سلس، ما كان فيه مشاكل، كل شيء كان تمام، الكرو كله مبسوط. عن جد عن جد هسه بنحكي بتصور ايش؟ عن جد؟ هذا مماسك، هذا توب سيكريت. أنا آخر مرة بحياتي بنزل اي دي، الكرو بفهمش والكاست بفهمش. ركز معي، ضل يشبك لي هاي ونصور نطلع. يعني يا يزن بتأخر، يا أبو يزن بتأخر، يا القريب بتأخر. والله ما هو منطق. أكون اي دي أنا أعمل سكاج ولا الساعة 8 يجوا الناس الساعة 10، طب شو استفدنا من كل شغلي؟ بشكر كل الأشخاص اللي ساعدونا بنجاح هذا البرنامج. شكراً لكل شخص ساعد إنه يطلع البرنامج حلو وتستمتعوا فيه، خصوصاً الناس اللي تعبت معي أنا كديبارتمنت اللي عنا الكتابة. شكراً لجميل، شكراً ليزن، شكراً لمؤيد، شكراً لإلي طبعاً، شكراً لكل الناس اللي ساعدوا. خلص ما بتكاش طعميني مخصوم علي، بعرفش أحكي كمان. مدير إضاءة هيد للجريب يعني ولع. تنزمه سراب جايز. يلا شباب نعمل دعايات. خلص مشوار تاكسي العالم وصفينا التاكسي على اليمين، استنونا في رمضان. طلع راكب نزل راكب، مين بيفتي مين رأيه راكب، تلعب طاب الطاب كواكب، افهم ركز فهمني جاوب. تاكس خدنا على العالم. العب شوت ابو تالا بقول لك فوت، ابو تالا مبسوط بحب اللعب المظبوط. زي كأس العالم ضحكة سنة ابو تالا بتلمع، تاكسي خدنا على العالم ابو تالا بحلل اسمع. العب شوت ابو تالا بقول لك فوت.